بس لو شفت مرسي وعبده نازل فيه ضرب كنت فطست على روحك من الضحك. يستاهل راجل اصفراون ابو ازرق ده. بيقولوا طلق مراته مش عارف ليه. وده مين يطيق؟ ده متجوزها اكتر من 10 سنين. تلاقيها طلقت منه بقى. نفس عن نفس رحمه. بقول لك ايه يا سعيد؟ ايه؟ ما ينوبك ثواب كده في عبده سنده ويجي يفطر معانا. وبعدين معاكي بقى؟ يعني انا كنت خلفت ونسيته؟